ستهم انا بعمل بخيتة مرض جب اخو ستهم. هي ست سعودية اصيلة وجدعة، بتوصفها ستهم انها ذهب عيار 24، يعني هي متعاطفة جدا مع ستهم. هي ست سعودية بسيطة ملتزمة بالعادات والتقاليد وبتحترم جوزها وبتقدسه كده، لكن في نفس الوقت بتجادله وبتناقش معاه انه البنات من حقهم ياخدوا ورث، وان ستهم عندها حق انها تاخد حقها في الورث يعني. فهو دور مركب يعني، هي طيبة وساعات بتبقى شديدة وقوية علشان لو وقت ما بتطالب بالحقوق يعني. بس انا مبسوطة جدا بردود الافعال ومبسوطة ان الناس علقت على اللهجة بشكل كويس، لان انا كنت قلقانة جدا من اللهجة السعودية. ايوه طبعا، كان في استاذ حسين واستاذ ايناوي كانوا دايما بيبقوا موجودين يعني وقت التصوير، ودكتور رؤوف عبد العزيز ما كانش بيعدي ولا جمله فيها حرف غلط او مش صعيدي اصيل يعني. ف يعني انا بشكر جدا دكتور رؤوف عبد العزيز لانه ساعدني جدا. وجينا نجمه بمعنى الكلمه، لانها بسيطة متواضعة مركزة جدا في تفاصيلها وفي شغلها، وانا شايفة برأيي المتواضع ان الدور ده من احلى الادوار اللي هي عملتها، لانه دور صعب جدا. وهي الحقيقة شقيت في الدور صراحة يعني، انا شفت بعيني هي عاملة تحدي وعاملة مغامرة صعبة جدا، فانا شايفة انها كسبت رهان كبير. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وشكرا ان انتم دايما بتوصلوا لي معاني ايجابيه. والسوشيال ميديا انا بحب السوشيال ميديا لانها دايما من اول ما اشتغلت ممثله وانا بيجي لي ردود افعال كويسه جدا، فانا بشكرهم جدا وبشكر كل حد شافني وقال لي كلام حلو.